يوم 20 مايو اللي فات كانت الذكرى الثالثة لرحيل الفنان الكبير سمير غانم. تاريخ كبير من الأعمال الفنية، 150 فيلم، 70 مسلسل، 39 مسرحية، 9 فوازير. خفة الدم والارتجال اللي وصلته أنه يبقى فعلا ملك الكوميديا. وإحنا النهاردة في أون سيت بنفتكره في ذكرى وفاته لأننا بنحبه جدا، وكلنا بندعيله بالرحمة قصاد كل الضحك وكل السعادة اللي قدمها لنا طوال مسيرته.